وسهلا بكم. أما الآن فمع الدكتور محمد والحساسة من عمر القضية الفلسطينية، لا سيما في ظل الواقع الدولي بعد فشل برنامج السلطة والدعوة التي أطلقها أمين سر منظمة طوس مبادرة النقاط العشرة التي أطلقها الأمين العام إسرائيل التي طرحت حل الدولتين للخروج من مأزقها. إسرائيل هذه التي طرحت هذا الحل، وأنتم تعرفون أن حل الدولتين في الأساس مشروع إسرائيلي وليس مشروع دولي، تبنت الرباعية وفرضوا عليها. إسرائيل رفضت حتى أن تفعل هذا الحل وتنكرت له، لأنها تريد فقط أن ترفعه شعارا أمام الغرب حتى لا يتم الوقوف عليها في المحاكم الدولية، وفي نفس الوقت لا تطبقه على الأرض، تطبق أجندة مختلفة وبرنامج سياسي مختلف قائم على مصادرة الأرض الفلسطينية ومصادرة أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية. لاحظنا في الفترة الأخيرة تصعيد من قبل السلطات المصرية فيما يتعلق في كل خيارات إسرائيل، لا أتحدث اليوم، كل خيارات إسرائيل في المستوى المتوسط ولا أقول المستوى البعيد، هي خيارات صعبة. حل الدولة وحل الدولتين وترحيل الفلسطينيين وانتظار، كل خياراتهم صعبة طالما نحن تمسكنا بالمقاومة والثوابت. أولا، إسرائيل عدو للجميع ولا يمكن أن تكون صديق لأحد، لأن إسرائيل باختصار مشروع هيمن على المنطقة. نحن ندرك الواقع البائس الموجود في المنطقة ونريد في هذا الوضع وفي هذا الواقع أن نحافظ على دورنا وواجبنا، ودورنا وواجبنا هو الاشتباك مع هذا المشروع الصهيوني في فلسطين في كل الأحوال. ولذلك فشلت في مشروعها وليس في مشروع الثوابت الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأرض الفلسطينية. هذه مشاريع أخرى نعرف أنه لا يمكن أن تتحرك السلطة في إطارها، ولكنها فشلت في مشروعها، فشلت في مشروع استغلال كل هذه الفرص التي أعطاها، التي يعني وفرتها بعض المحافل الدولية لتفعيلها. حقيقة يعني تخوفات السلطة المعلنة مسألة البديل، وهذا مؤتمر بديل وهذا شغل منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ناحية نظرية بيقول الفلسطينيين 6 مليون فلسطيني أو أكثر في الخارج هي مسألة تقص منظمة التحرير الفلسطينية. لكن إذا كان منظمة التحرير الفلسطينية إلها ربع قرن لم تجدد نفسها، وكان منظمة التحرير الفلسطينية في عندنا 6 مليون فلسطيني لا منظمات شعبية ولا مؤتمرات ولا نقابات ولا مجلس وطني ولا شيء ولا أي تحرك، ثم تأتي بعد ذلك لتحتج وتقول هذه مسألة بديلة. فليس أنا أرى يعني أن منظمة ترعى شؤون هذه الملايين، المنظمة التي مفترض أن ترعاهم تحتاج إلى رعاية. فيما يتعلق بتخفيف الحصار وفتح معبر رفح، وهناك أيضا أولا بالنسبة لانتخاب الأخ السنوار مسؤولا لحماس في غزة، أنا أعتقد أن هذه بروباغندا إسرائيلية موجهة أساسا للغرب وتهدف حشر المقاومة الفلسطينية في خانة الحرب على الإرهاب. أن حماس في النهاية مؤسسة، حماس مؤسسة وليس شخص، وأيضا السنوار ليس غريبا على هذه المؤسسة من يوم تحرره في صف الصليب، وهو جزء من هذه المؤسسة وجزء من القيادة في غزة.